عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم مع مادة الجغرافيا وفريق عمل مس مرسى جاد من القاهرة، إيمان السعيد من دمياط، ومستر حسن صلاح الدين مراجع للمادة. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم الدرس اللي ابتدلناه الحصة اللي فاتت، كان الدرس الثاني في الوحدة الأولى اللي كان عنوانه بيتكلم على التكوينات الجيولوجية وعوامل تشكيل سطح مصر. تناولنا الحصة اللي فاتت علم الجيولوجيا وتعريفه، خدنا جيولوجية مصر واتفقنا ان هي عبارة عن او مصر بتقع فوق او من جزء من كتلة قارية قديمة تعرف بالكتلة العربية النوبية. كمان تناولنا التكوينات الجيولوجية للأراضي المصرية وتناولنا الأزمنة بشيء من التفصيل سواء الزمن الأركي الأول الثاني الثالث الرابع، وعرفنا ان الازمنه دي اتكونت او التكوينات دي اتكونت نتيجه لان كان بيقع في شمال مصر بحر قديم يطلق عليه البحر المتوسط يا مس، لا اسمه هو فعلا البحر المتوسط ولكن كان بيطلق عليه بحر تيسس. بحر تيسس ده كان بيحدث فيه فيضان فبيعمر الاراضي المصريه، بتاتي المياه محمله بالرواسب، كل الكلام ده قلناه الحصه اللي فاتت، محمله بالرواسب والشوائب الرملية البحرية تغطي سطح مصر مئات آلاف السنين إلى ما يشاء الله، ثم يحدث لها انحسار ويترصد طبقة فوق الطبقة الأولى اللي هي طبقة الزمن الأركي، يترصد فيها طبقة فوقها بسميها الزمن الأول، ثم يحدث فيضان وغمر لمياه بحر تيسس مرة أخرى للأراضي المصرية مكونة تكوينات الزمن الثاني والزمن الثالث. يبقى أنا عندي الزمن الأركي ده أصل الأراضي المصرية الصخور الأصلية بتاعتي، الزمن الأول الزمن الثاني الزمن الثالث دي عبارة عن رواسب بحرية نتيجة لغمر بحر تيسس للأراضي المصرية على فترات متباعدة، وأخيرا عندما توقف الغمر ده واكتمل سطح مصر في أواخر الزمن الثالث توقفت عمليات الغمر البحري تماما لبحر تيسس وبدأت بقى عوامل أخرى تشكل لي سطح مصر وهو ما يعرف باسم الزمن الرابع. انتشرت بعض الرواسب المفككة على سطح الأراضي المصرية بفعل التعرية سواء التعرية المائية أو التعرية الهوائية، وده اللي هاخده بشيء من التفصيل. يعني ايه بقى يمس تعرية مائية أو تعرية هوائية؟ أنا هاخد دلوقتي العوامل اللي شكلت سطح مصر، يبقى أنا دلوقتي هاخد معايا العوامل اللي شكلت سطح مصر. ايه هي العوامل اللي شكلت سطح مصر دي؟ عندي نوعين من العوامل، قد تكون عوامل باطنية. يعني ايه يا مس باطنية؟ عوامل حدثت في باطن الارض انا مش هشوفها بعينيا لاني مش هنزل تحت باطن الارض واشوفها، لكن انا بشوف اثرها على سطح الارض، وبتنقسم الى ثلاث عوامل: التصدع اللي بيطلق عليه الانكسار، عندي التداخلات البركانية، ثم الالتواء، وهناخد كل واحد منهم بشيء من التفصيل. العامل الثاني او العوامل الثانيه يطلق عليها عوامل خارجيه او عوامل ظاهريه، وبتنقسم الى التعريه المائيه والتعريه بفعل الرياح او التعريه الهوائيه اللي تناولناها في اكتر من مره في الدرس السابق. يبقى عوامل تشكيل سطح مصر متمثله في عوامل باطنيه التصدع اللي هو الانكسار، تداخلات بركانيه التواء، عوامل خارجيه متمثله في التعريه المائيه والتعريه بفعل الرياح او بفعل الهواء. هبدا اولا بالعوامل الباطنية وأقول إن العوامل الباطنية كان ليها تأثير كبير جدا في تشكيل سطح مصر ولعب دور كبير جدا في تشكيل سطح مصر. أول عامل عندي هو التصدع أو ما يطلق عليه الانكسار، خدناه مس قبل كده. أيوة برافو عليكم، خدناه وإحنا بنتكلم على إزاي انفصلت مصر عن شبه الجزيرة العربية. قلنا إن مصر كانت متصلة بشبه الجزيرة العربية، أو أقولها بعبارة أخرى قارة أفريقيا وقارة آسيا مس. أيوة برافو عليكم، كانوا الاتنين ملتصقين مع بعض، ثم حدث كسر انكسار تصدع في باطن الأرض أدى إلى انكسار في القشرة الأرضية وانفصلت مصر عن شبه الجزيرة العربية مكونة البحر الأحمر بخليجيه السويس والعقبة، جبال البحر الأحمر في جهة قارة أفريقيا أو جهة الغرب متمثلة في سلاسل جبال ممتدة في مصر والسودان، وفي الجانب الآسيوي الحجاز وعسير ويمن. اللي يهمني بقى مصر، اللي حصل تاني
نتيجة لحركات التصدع دي اتأثر سطح مصر، واتأثرت في حاجتين، جزء مني هبط، جزء من الأراضي المصرية انهبط، غمرته المياه متمثل في البحر الأحمر بخليجي السويس والعقبة، وجزء ارتفع متمثل في مرتفعات البحر الأحمر. تمام كده يا شباب؟ طب الكلام ده حصل يا مس امتى؟ حصل في عصر الاليوجوسين. طب عصر الاليوجوسين ده يا مس بينضم الى الزمن الثالث، الزمن الثالث. يبقى عايزه تقولي لي البحر الاحمر، خليج السويس، خليج العقبه، جبال البحر الاحمر وجبال سيناء يا مس. ايوه برافو عليكم. والمثلث الجبلي جنوب سيناء، يبقى جبال البحر الاحمر، المثلث الجبلي جنوب سيناء، البحر الاحمر، خليج السويس، خليج العقبة، كل ده اتكون في عصر الأليوجوسين الزمن الثالث. في عصر الأليوجوسين الزمن الثالث، وده حدث نتيجة لإيه؟ لحركات تصدع أو انكسار، أقول عليها حركات باطنية، أدت إلى انفصال مصر عن شبه الجزيرة العربية، وتكون الأربع أو الخمس حاجات اللي إحنا قلناها دي: جبال البحر الأحمر، المثلث الجبلي جنوب سيناء، البحر الأحمر نفسه، خليج السويس، خليج العقبة. ده حصل إمتى؟ في الزمن الثالث عصر الأليوجوسين، في الزمن الثالث عصر الأليوجوسين. تمام كده يا شباب؟ ده كان بالنسبة للتصدع اللي أثر على سطح مصر. لو بصينا للخريطة اللي موجودة عندي هلاقي إن المناطق الانكسارية أو اللي تعرضت للتصدع والانكسار دي منتشرة عندي في أجزاء كبيرة أو أجزاء كتيرة، وزي ما اتفقنا إن أهم المناطق اللي تعرضت لحركات الانكسار موجودة في الصحراء الشرقية، في جبال البحر الأحمر، موجودة في المثلث الجبلي جنوب سيناء. معانا يا مس مرسى؟ مع حضرتك مس إيمان. يرجع تكوين هضبتي المعازة والعببدة بالصحراء الشرقية إلى، هل يا ترى التعرية الهوائية، الالتواءات، الانكسارات، التدخلات البركانية؟ طبعا ميس إيمان احنا الظاهرات التضاريسية اللي قلناها دي اتعرضنا لها في التكوينات بتاعة الأزمنة الجيولوجية، أكيد الطلبة بقى يعني حضرتك تفكريهم معانا. أيوه طبعا احنا اتفقنا إن معازة وهضبة العبابدة. طب الأول نقول هضبة المعازة يا مس موجودة فين وهضبة العبابدة موجودة فين؟ هضبة المعازة الجيرية دي موجودة في شمال الصحراء، ها برافو عليك، وفي شمال الصحراء الشرقية. هضبة العبابدة موجودة في جنوب الصحراء الشرقية، ودي بس معلومة إضافية يا ولاد. بصينا كده لو بصينا للخريطة اللي موجودة عندي دي معلومة بس إضافية، يبقى نبقى عارفينها نضيفها لينا، إن هضبة المعازة وهضبة العبابدة بالصحراء الشرقية، الهضبة الوسطى في الصحراء الغربية الأيونيسية، دي كلها حدثت نتيجة لحركات تصدع وانكسار في القشرة الأرضية، حركات تصدع وانكسار في القشرة الأرضية بس، يعني دي معلومة ممكن نقول عليها معلومة إضافية. وبالتالي هو لو إجا قال لي هضبة العبابدة وهبطت المعازة دول يتكونوا امتى او يتكونوا فين، هقول لك ان هضبة المعازة دي اتكونت في الزمن الثالث، في الزمن الثالث هضبة المعازة في الصحراء الشرقية في شمالها اتكونت في الزمن الثالث. هضبة العبابدة عندي اتكونت وخدناها الحصة اللي فاتت، هضبة العبابدة اتكونت عندي، برافو عليكم يا شباب، اتكونت في الزمن الثاني، وبرضه نتيجة لحركات انكسارية أو حركات تصدعية، بس يعني احنا بنقول ان دي معلومة إضافية. طب السؤال اللي بعديه هو تقريبا بيحمل نفس المعنى، بيقول لي يرجع تكوين هضبتي المعازة والعبابدة بالصحراء الشرقية، وطبعا احنا قلناها إلى الحركات الانكسارية أو حركات التصدع. طب يا مس هو الحركات الباطنية بس تصدع؟ لا، احنا لسه متفقين ان الحركات الباطنية عندي بتنقسم إلى ثلاثة، تصدع أو يطلق عليه انكسار، الاثنين بمعنى واحد. كمان عندي حاجة اسمها التداخلات البركانية، وده خدناه في الإعدادي واحنا بناخد يا شباب في العلوم البراكين، او واحنا بناخد الدرس في العلوم تقريبا كان اسمه درس الزلازل والبراكين. انا بس عايزه اوضح لك ان المواد عندنا كلها ممتده ومتصله ببعضها. يعني ايه تداخلات بركانيه بقى؟ يعني تحت باطن، تحت القشره الارضيه في باطن الارض بيحدث ضغط حراره شديده، ضغط شديد بيؤدي الى حدوث غليان وفوران للصخور والمعادن والغازات اللي موجوده في باطن الارض، فخلاص ما عادتش تقدر تستحمل فبتضطر انها
ترتفع، تغلي، بتغلي وبتفور، بيحصل لها فوران زي ما تحطي كده حاجة على البوتاجاز، كسرولة أو حلة، وتحطي فيها سائل وتسيبيه يغلي يغلي، ها هيغلي وبعد كده يحصل له فوران. ده نفس اللي بيحصل نتيجة للضغط والحرارة الشديدة، الصخور والمعادن والغازات اللي موجودة في بطن الأرض بتوصل لدرجة غليان ثم للفوران. فأما تخرج بقى تدور على سطح، جزء في سطح القشرة الأرضية ضعيف، فتعمل له اختراق وتخرج منه، واقول عليها فوهة البركان، واللي بيخرج ده اقول عليه طفوح البازلت البركاني. طفوح البازلت البركاني، اقول تاني يا شباب، اقول تاني، التدخلات البركانيه هي عباره عن ايه؟ عباره ان في بتحدث حركات في باطن الارض، وعلى فكره التصدع والانكسار دي عباره عن حركات راسيه وافقيه في باطن الارض، وبتبقى مصاحبه للتدخلات البركانيه. يعني لما يحدث تدخل بركاني اكيد بنبقى عارفين ان معاه تصدع او انكسار. دي كلها بتحدث فين؟ على القشره الارضيه ولا تحت؟ ايوه برافو عليكم، في باطن الارض تحت القشره الارضيه، انا لا اراها بعيني، امال انا برى اثرها. انا بس عايزه اوضح لك الفكره، ايه اللي بيحصل تحت؟ نتيجه للضغط الشديد، الحراره الشديده جدا، بيحدث انصهار، ارتفاع شديد في درجه الحراره، غليان ثم فوران للحاجات اللي انصهرت بقى، سواء صخور، معادن، غازات، فبتخرج الى اعلى، بتندفع الى القشره الارضيه. كل القشره الارضيه لا، هي بتدور على سطح يكون او جزء في القشره الارضيه يكون ضعيف فتخترقه وبتخرج منه، واقول عليها فوهه البركان. الجزء اللي بتخرج منه ده اقول عليها فوهه البركان، واللي بيخرج ده اقول عليه طفوح البازلت البركاني. بصفة عامة الطفوح دي أما بتخرج الغازات خلاص بتتطاير أو بتختفي، وبيفضل عندي بقى الصخور والمعادن اللي كانت مرتفعة جدا في درجة حرارتها ومنصهرة تبدأ تبرد وتكون لي أشكال. يعني ممكن يكون شكل جبل، ممكن يكون شكل هضبة، ممكن يكون شكل جزيرة، لو الكلام ده كله حصل تحت باطن البحار أو المحيطات تحت سطح الماء. طب نخص الكلام بقى عندي هنا في مصر، ايوه حدث حركات بركانيه، ايوه حدثت تدخلات بركانيه نتيجه لاندفاع وخروج الطفوح البازلتيه او طفوح البازلت البركاني، ودي بتبقى مصاحبه للحركات التصدعيه او حركات التصدع والانكسار، ونتج عنها شكل واحد بس، شكل واحد فقط، وهو جبل قطراني شمال الفيوم. يعني جبل قطراني او جبل قطراني اللي موجود في شمال الفيوم نتج عن ايه؟ عن تداخلات بركانيه. امال جبال البحر الاحمر نتجت عن ايه؟ نتجت عن حركات تصدع وانكسار، والاثنين تحت بيندرجوا تحت العوامل الايه؟ العوامل الباطنيه. برافو عليك. يبقى تاني اقول تاني يا شباب، تاني تاني، التداخلات البركانيه دي عامل أو عنصر من العناصر أو من العوامل البطنية اللي شكلت سطح مصر، ودي عبارة عن خروج للطفوح البازل البركاني، ودي مصاحبة للحركات التصدعية والانكسارية اللي تعرضت لها الأراضي المصرية في زمن أو في عصر اليوجوسين الزمن التالي. والمناطق اللي تعرضت للحركات او للتدخلات البركانيه وطفوح البازلت ما عنديش غير منطقه واحده بس، وهي منطقه جبل قطراني في شمال الفيوم. تمام كده يا شباب؟ تمام. وبيبقى كده خدنا تاني عامل في العوامل الباطنيه اللي موجوده عندي. تالت عامل والعامل الاخير هو الحركات الالتوائيه. ايه هي مثل الحركات الالتوائيه دي؟ انا عايزه اقول لك ان انت لو مثلا حبيتي تساعدي ماما ودخلتي غسلتي الشميز بتاعك او التيشيرت بتاعك، بعد ما بغسله، انا غسلته على ايدي ما غسلتوش في غساله ولا حاجه، غسلته على ايدي وبعدين لسه فيه ميه، فانا هحاول اعصره. بصي انت لو مسكتي كده ورقه وحاولتي تلويها بايديكي، شوفي شفتي كلمه لوي؟ التواء جايه من الالتواء، وتلويها كده بايديكي هتلاقي جزء من التيشيرت او من الورقه اللي في ايدك جزء منه ارتفع وجزء انخفض. لو كلنا جربنا بايدينا هتلاقي ان جزء من الورقه او من اللي في ايدك ده وحاولتي تحملي له حركه التواء، جزء منه ارتفع وجزء منه انخفض. طب ايه يا مس هي الحركات الالتوائيه دي؟ انا عايزه اقول لك ان الحركات الالتوائيه دي حركات ضغط جانبيه.
في بتحدث في باطن الأرض. قادمة منين؟ جاية لي منين؟ جاية لي من الشمال الشرقي. جاية لي من الشمال الشرقي. دي أثرها ظهر على سطح مصر في عبارة عن إيه؟ إن جزء من السطح التوى، بس التواء خفيف، فظهر على هيئة قبة، يظهر على هيئة قوس أو قبة سنة أولى. خلاص؟ وبالتالي يكون لي بعض القباب زي قبة البحرية بالصحراء الغربية، وتحولت بعد كده إلى منخفض الواحات البحرية. هقول تاني الجزئية دي، هقول تاني الالتواءات. الالتواءات هي عبارة عن إيه؟ عارفة جاية من كلمة اللوي كده، جزء من سطح الأرض هو كان مستقيم، كان مستقيم عامل زي المسطرة، أخد خط مستقيم، وبعدين من الجنب جات له حركات ضغط جانبية، بس إيه؟ في باطن الأرض، مش على القشرة أو فوق على السطح، لأ في باطن الأرض، ودي جاية لي من جهة الشمال الشرقي، فأدت إلى حدوث التواء بسيط جدا، التواء خفيف في سطح الأرض، فأدى إلى حدوث قبة كده أو زي القوس أو القبة على سطح الأرض أو في القشرة الأرضية. ومن الأشكال اللي ظهرت عندي قبة البحرية اللي تحولت بعد كده إلى الواحات البحرية بالصحراء الغربية. لو بصينا، والسؤال ده او الخريطة دي جت في السنة اللي فاتت في نص السنة، جاب لي الخريطة دي وقال لي وضحي لي عليها او طلعي لي عليها التواءات مقعرة او اقواس مقعرة. لو خدنا في الحصص اللي فاتت او في اول حصة ازاي نعرف نقرأ الخريطة، واتفقنا ان الخريطة تتقرأ عن طريق مفتاح الخريطة اللي موجود عندي. لو بصينا كده يا سنة أولى على الأسهم والألوان، اللون الأزرق ده التواءات أو أقواس محدبة. تعالي بقى اطلعي على الخريطة وشوفي لي الحلال يا مس، محدب مش اخد اللون الازرق، المغارة، بلق، المقتم، عتاقة، الجلالة البحرية. شايفين يا سنة أولى؟ عربة. لا، عربة دي تبقى ايه؟ برافو عليكي، دي زرقاء، مش دي حمراء يا مس، ما هيش زرقاء، تبقى على طول التواءات او اقواس مقعرة. انا عايزة بس اعرفك ازاي نعرف نقرا الخريطه ونطلع منها الاجابه. الجلاله القبليه اهي شايفينها على طول، دي اقواس محدبه. الضبعه، مرسى مطروح، انا بس بقول مقتطفات عشان اوريكم ازاي تتقرا الخريطه، ازاي يا شباب تتقرا الخريطه. اقرا الخريطه منين؟ من خلال مفتاح الخريطه اللي موجود عندي، واشوف اللون او الشكل واطبق بيه على الاشكال اللي موجوده في الخريطه. هنا اللون ازرق اهو، والاسهم اهي زرقاء، بدور على اللون الأزرق وتبقى دي على طول التواءات أو أقواس محدبة، اللون الأحمر التواءات أو أقواس مقعرة، وهكذا. تمام يا شباب؟ خدنا كده التعرية أو عوامل تشكيل سطح مصر، العوامل البطنية، وأقولهم تاني كده في عجلة بسيطة. العوامل البطنية متمثلة في التصدى ونتج عنه، برافو عليكم، جبال البحر الأحمر، المثلث الجبلي جنوب سيناء، البحر الأحمر نفسه بخليجي السويس والعقبة، وده حدث في عصر الأوليوجوسين الزمن التالي، برافو عليكم. وقلنا ان التصدع دي عبارة عن حركات رأسية افقية ولكن تحدث في باطن الارض، وناتج عنها انفصال مصر عن شبه الجزيرة العربية، مكون اللي احنا قلناه البحر الاحمر بخليج السويس والعقبة، جبال البحر الاحمر، المثلث الجبلي جنوب سيناء. نمرة 2 عندي التدخلات البركانية، نمرة 2 في العوامل الباطنية تدخلات بركانية، وقلنا ان التدخلات البركانية دي نتج عنها اندفاعات وخروج البازلت البركاني، ودي بتبقى مصاحبة لحركات الانكسار أو التصدع، ونتج عنها جبل قطراني شمال الفيوم. يبقى جبل قطراني شمال الفيوم تدخلات بركانية، لكن جبال البحر الأحمر دي جبال انكسارية، جبال انكسارية. وفهمنا يعني إيه دلوقتي جبال انكسارية أو جبال بركانية. طب أما بالنسبة للالتواءات اللي لسه قايلينها، قلنا الالتواء عبارة عن حركات ضغط قادمة من الشمال الشرقي أدت إلى حدوث الالتواء، التواء خفيف في القشرة الأرضية، نتج عنها بعض الظواهر زي قبة البحرية. عايزة أقول لك قبة البحرية يعني كانت مرتفعة وأخدة قوس، ولكن بقى بفعل التعرية اللي أنا لسه هقوله دلوقتي أهو، خاصة التعرية الهوائية أو تعرية رياح، تحول إلى منخفض الواحات البحرية، لأن الهواء قاعد يخبط فيه وينحت منه ويشتل منه، بعد ما كان قبة فوق سطح الأرض عالي أخذ ينخفض ينخفض وياخد منه رياح تاخد منه لحد ما تحول إلى منخفض الواحات البحرية. التعرية الخارجية، يبقى العوامل اللي شكلت سطح مصر، عوامل باطنية، تصدع،
تدخلات بركانيه، التواءات، عوامل خارجيه اللي انا هاخدها دلوقتي وهي التعريه المائيه والتعريه بفعل الرياح. سواء تعريه مائيه او تعريه بفعل الرياح بتمر بثلاث مراحل او ثلاث خطوات. ايه هي الثلاث مراحل او الثلاث خطوات دي؟ الثلاث مراحل او الثلاث خطوات دي سنه اولى نحو، نقل، ارسال. تاني كده، نحو. سواء التعريه المائيه من اسمها يبقى الماء هو اللي بيتحرك وبيأثر وبيشكل السطح. تعريه بفعل رياح يعني الهواء هو اللي بيشكل لي سطح الارض او سطح مصر. سيان، سواء الهواء او الماء، انا عايزه اقول لك ان الاثنين بيمروا بثلاث مراحل. المراحل دي عباره عن نحت، سواء الهواء او الميه بينحت في السطح، واللي بينحت وده الاجزاء الرواسب اللي نحتها لي ينقلها وياخدها في منطقه بعيد ويرسبها. يبقى المكان اللي نحت منه حوله لمنخفض، نحت منه فاخد منه جزء فانخفض، ثم قام بنقله سواء ماء او هواء ينقله ويروح يرسبه لي في مكان تاني، فيكونوا فوق بعضه مكون اشكال مختلفه لسطح الارض. اقول تاني كده يا شباب، تاني العوامل، عوامل التعريه الخارجيه دي تاني عامل في العوامل اللي شكلت سطح مصر. احنا قلنا العوامل اللي شكلت سطح مصر اتنين، عوامل بطنيه، تصدع وتدخلات بركانيه والتواءات. عوامل التعريه الخارجيه ودي بتشمل تعريه مائيه او تعريه بفعل رياح، تعريه الميه او تعريه الهواء. سطح مصر منذ القدم تعرض لعمليات تشكيل اهمها التعريه المائيه والتعريه الهوائيه. التعريه المائيه او التعريه الهوائيه يقصد بها النحت والنقل والارسال. اول نوع عندي في التعريه المائيه هي التعريه النهريه. التعريه المائيه بتنقسم الى تعريه بفعل النهر، فاقول عليها تعريه نهريه، النهر هو اللي عمل الثلاث حركات نحت، نقل، ارسال. او اقول تعريه بحريه لان البحر هو اللي كان ليه تاثير في السطح ونحت ونقل ورسب. او اقول تعريه بفعل المياه الجوفيه لان المياه الجوفيه هي اللي نحتت ونقلت ورسبت. يبقى تاني كده، التعريه بصفه عامه يقصد بها ثلاث مراحل بتمر بيها النحت، نقل، ارسال، سواء تعريه مائيه او تعريه هوائيه. طب هنتناول كل جزء على حدة بشيء من التفصيل. لو بصينا للتعرية المائية هلاقي إن التعرية المائية بتنقسم إلى تعرية بفعل النهر، فأقول عليها تعرية نهرية. يعني مس نهر النيل، أيوة برافو عليكي، نهر النيل قام بعملية تعرية نهرية وأثر على سطح مصر، وأثر على سطح مصر وشكل سطح مصر. طب عملها دي إزاي يا مس؟ هقولك، نهر النيل جاي لي من الجنوب وجاي لي من هضبة الحبشة أو حاليا اسمها هضبة أثيوبيا، وهو جاي نحت التربة اللي جاي منها اللي بيجري عليها، نحتها ونقل الرواسب. شفتي بقول نقل، يبقى هو نحت في الأرض اللي جاي منها، عشان ما هيش جاي لي مية بيضة شفافة، لا ده جاي فيها رواسب. الرواسب دي أصلها إيه؟ كانت التربة بتاعت أثيوبيا أو هضبة الحبشة قديما، نحتها وأخد منها وبعدين نقلها واشتلها ويجى عندي في مصر ورسبها على الجانبين، مكون لي الوادي والدلتا. يبقى الانهار بتقوم بنحت المجرى بتاعها، ثم تقوم بنقل الرواسب اللي نحتتها، ثم تقوم بترسبها على الجانبين، مكونا لي الوادي او الدلتا اللي بتصب او بتنتهي عند المصب. وده ينطبق عندي بالظبط على نهر النيل، وما زالت العملية مستمرة إلى أن يشاء الله. نهر النيل وهو جاي من الهضبة، من هضبة الحبشة أو من هضبة أثيوبيا، بينحت المجرى بتاعه، واللي بينحته ده بيعمل فيه بيسيبه؟ لا، بيشتاله معاه، بينقله. يبقى أول حركة هي النحت، ثم النقل، ثم الترسيب، يرسب لي على الجانب. عشان كده يقول لي تربة الوادي والدلتا تربة منقولة. العبارة دي صحيحة ولا خاطئة؟ ولا تربة مصرية؟ لا، تربة فعلا منقولة. طب مين اللي نقلها؟ نهر النيل. عشان كده جمال حمدان قال لي ان نهر النيل اكسبني قوة بر. نهر النيل اكسبني قوة بر، لان من ضمن المكاسب اللي كسبتها من نهر النيل ان هو نحت
التربة، الخصبة، الطمي، الطيبر، الفيضية، الخصبة، الطمي، الصلصال، الخصب من هضبة أثيوبيا ونقله ثم رصبه على الجانبين مكون لي الوادي والدلتا. يبقى التعرية النهرية هي عبارة عن عمليات نحت ونقل وإرسال بتقوم بيها الأنهار تنحت مجراها ثم تقوم بنقل الرواسب اللي نحتتها وترصدها على الجانبين مكونة الوادي على جانبي مجرى النهر أو مكونة الدلتا عند المصب. ومن أهم الأشكال الناتجة عن التعرية النهرية السهل الفيضي على مجرى على جانبي مجرى نهر النيل اللي أقول عليه إيه؟ برافو عليك، واللي أقول عليه الوادي. والشكل التاني اللي ناتج برضو عن التعرية النهرية الدلتا اللي هي موجودة عند مصب نهر النيل. أقول تاني يا شباب، ما زالت عمليات التعرية دي موجودة ومستمرة، ونهر النيل ما زال بينحت وينقل ويرسب اللي بينحته من هضبة أثيوبيا وبينقله لي إلى الأراضي المصرية مكونا الوادي والدلتا. وده كان أول جزء عندي في التعرية النهرية. معايا مس مرسى؟ مع حضرتك مس. اتفضلي يا مس. يرجع وجود التكوينات الطينية في مصر إلى فعل عمليات. يرجع وجود التكوينات الطينية في مصر إلى فعل عمليات. فعل طبعا يعني السبب عشان الطلبة بس تبقى فاهمة يعني. فهو عايز يعرف يا ترى التكوينات الطينية الموجودة في مصر دي سببها إيه؟ هل يا ترى سببها الإرساب النهري ولا النحت النهري ولا الإرساب البحري ولا الإرساب الهوائي؟ طبعا يا مس إيمان لازم الطلبة تركز كويس جدا في الألفاظ. حضرتك قلت لنا من شوية إنه التعرية بتمر بثلاث مراحل، نحت ثم نقل ثم إرساب. إيه اللي إداني بقى الشكل النهائي للتربة الطينية اللي عندي؟ هو ده اللي يقصده في السؤال. كمان يا مس حضرتك الحصة اللي فاتت قلت لنا في الزمن الرابع الإرسابات الطينية هي يا مس التكوينات الطينية هي أيوة التكوينات الطينية الإرسابات الطينية في مصر متمثلة في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. فاكرين كده يا شباب لما قلنا إن هي اتكون في الزمن الرابع التكوينات الطينية؟ أقول كده ممكن أنا أشيل كلمة التكوينات الطينية دي وأحط الإرسابات الطينية، أو أشيلها خالص وأحط ها الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. برافو عليكم، الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. وبالتالي يا مس في حد جاوب عند حضرتك؟ بتهيألي كده الإجابة واضحة وصريحة جدا. في جواب بس الحقيقة الأسماء يعني مش مكتوبة أسماء يعني، فمش هنقول. تمام، يبقى كده يا شباب انا عارفه ان اكيد ان شاء الله كلكم وصلتوا للاجابه الصحيحه، هي هتبقى الارساب النهري لان اخر مرحله خالص في التعريه النهريه ها مرحله الترسيب، لان التعريه ما هي الا نحت ونقل وارساب. التكوينات الطينيه متمثله في الوادي وفي الدلتا، الاراضي اللي بترسبها او الرواسب اللي بيرسبها نهر النيل على جانبي مجراه او عند مصبه. دي التكوينات الطينيه اللي كونت عندي في مصر بس، الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. وبالتالي هي مش هتكون ارسابات هوائيه بسبب الهواء او ارسابات بحريه لان البحر ملوش دعوه بينا، ولا نحت نهري. نحت نهري ده يبقى موجود فين؟ ايوه برافو عليكم، هيبقى موجود في هضبه الحبشه او هضبه اثيوبيا لان ده اللي ارضها اتنحتت، لكن انا عندي النهر نحت من هناك ونقل واجى رصب لي على الجانبين مكون لي التكوينات الطينيه او اقول عليها الارتبات الطينيه او اقول عليها الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. النوع الثاني بقى من التعريه، النوع الثاني في التعريه المائيه هي التعريه البحريه، وده بقى اللي مس مرسى ان شاء الله هتتناول معانا بشيء من التفصيل. معانا يا مس؟ اتفضل. وزي ما قالت لنا انه التعريه المائيه عباره عن ثلاث انواع، هي تعريه نهريه وتعريه بحريه وتعريه بفعل المياه الجوفيه. ثلاث عمليات اللي المس راحت لنا، نحت ونقل وارساب، بيحصلوا في كل انواع التعريه، بيحصلوا في النهريه البحريه وفي النحت بفعل او التعريه بفعل المياه الجوفيه. بس هو يعني قبل ما اتكلم عنهم حاجه كده احب ان انا اجاوب عليها. حد كان بيسال يميس في الجزء اللي اتشرح بتاع العوامل الباطنيه عن التصدع، وانه حضرتك قلت لنا انه اكثر الصدوع واهم الصدوع اللي كونت او اتاثرت في تشكيل سطح مصر هو الصدع اللي حصل في فتره او في عصر الاوليجوسين، احد عصور الزمن الجيولوجي الثالث، واللي كون لي البحر الاحمر وجبال البحر الاحمر وجبال جنوب سيناء. ان احنا قلنا المره اللي فاتت ان صخور
جبال البحر الاحمر و او تكوينات جبال البحر الاحمر وتكوينات جبال جنوب سيناء المثلث الجبلي، دي تكوينات اركيه. اه صح طبعا، هي تكوينات الصخور يا اولاد تكوينات اركيه، او صخورها تنتمي الى الزمن الاركي اللي هي صخور زي ما شرحناها الجرانيت او البازلت. لكن لما حصل التصدع نفسه بقى في الارض الصلبه القويه دي بدا يرفع لي جزء يهبط، الجزء اللي هبط ملى بالميه فبقى البحر الاحمر وارتفع بقى جبال. امتى ارتفع؟ هو ده يعني صدق. امتى ارتفع؟ ده كان في عصر، لكن صخورها نوعها ايه؟ وصخور اركيه اللي هي صخور الناريه. طيب بالنسبه بقى للتعريه البحريه، تاني نوع من انواع التعريه اللي المس فضلته وشرحت لنا المراحل اللي بتمر بيها اي تعريه سواء نحت او نقل او ارساب. طيب النهر زي ما المس قالت لنا وشرحت لنا بيعمل ايه من عند هضبه اثيوبيا لحد ما يصب نهر في البحر. طب البحر يعني بتاعته ازاي؟ هل صخور يعني لتحت في اعماق البحار دي تنحت؟ طب ما تنحت ويعني يعني ده البحر ده عميق جدا، طب هتنقل. اه احنا هنا عمليه النحت والنقل والارساب في حار او ضاد بتبان قوي عندنا عند الشوط او عند ليه؟ ده بسبب طبعا الامواج، بسبب حركه المد والجذب، بسبب التيارات البحريه. يبقى التعريه اللي بتحصل بحار مجرد الميه، احنا زي النهر ميه بتنحت في الصخور بتاعه القاع، قاع البحر قاع عميق جدا يعني مش هيحصل اي تغيير. لكن التغيير الحقيقي اللي بيحصل عند السواحل. ايه اللي بيحصل عند السواحل يا اولاد؟ بتحصل شكل الساحل نفسه بيتغير بسبب الامواج، بسبب المد والجذب، وبسبب التيارات البحريه. طيب لما بيحصل ده بيكون لي يعني الجذب دوت بيسبب لي ايه؟ او الامواج بتسبب ساعات احنا بنبقى قاعدين كده على البحر ويبقى مثلا في مسافه ما بيننا وما بين الميه، ونيجي بعد شويه او من على اخر النهار نلاقي ايه؟ نلاقي الميه قربت هنا كده شويه، فمساحه الشاطئ حصل لها ايه؟ قلت. طيب زي نوع من انواع التاكل في الشاطئ كده. او ببساطه شديده جدا الساحل نفسه بيتشكل. ده بيحصل نتيجة التعرية البحرية اللي هي النحت والنقل والإرساب، بس زي ما اتفقنا اللي بيقوم بيها حركة المد والجزر، حركة الأمواج، حركة التيارات البحرية. طب بتشكل لي إيه؟ أو ممكن تبين لي تبرز لي أجزاء من اليابس، فيبقى مثلا عندي حاجة اسمها رأس أرضي، ده بيبقى بروز لليابس داخل المية، بروز لليابس داخل المية. بيبقى عندي حاجة اسمها خلجان، يعني عندي حاجة اسمها شروم اللي هو جمع الشرم، بيبقى عندي حاجه اسمها جروف ساحليه، بيبقى عندي حاجه اسمها شواطئ الرمل. يعني الشواطئ اللي احنا بنستغلها في السياحه دي الشواطئ اللي اتكونت نتيجه التعريه البحريه. الخلجان اللي هو تغلغل مائي داخل اليابس، تغلغل مائي داخل اليابس، زي مثلا ما نبص كده على خليج السويس، نبص كده على خليج السويس، يعني مثلا هنا هوت ده بيبين لنا شكل الساحل، هنا بيوريني منظر جروف ساحلية. التاني الخليج هو تغلغل للمية جوه اليابس. لو بصينا على خليج السويس زي ما كنت بقول دلوقتي هنلاقيه طويل شوية كده وكبير، وإيه واليابس محوطه من جميع الاتجاهات، فده يبقى إيه؟ ده يبقى خليج. الشرم شبهه كده بالظبط بس مساحته صغيرة زي شرم الشيخ كده، يعني برضو المية بتتغلغل داخل اليابس أو بتدخل جوه اليابس، لكن بيبقى بمسافه او بمساحه صغيره. فالخليج والشرم تقريبا شبه بعض. طبعا الخليج احنا عندنا خليج السويس اللي بيقع كله داخل الاراضي المصريه، وعندنا طبعا خليج العقبه اللي جزء منه من اراضينا، وهما الاثنين يعتبروا جزء من البحر الاحمر اللي زي ما اتفقنا اتكون في عصر الاوليجوسين نتيجه حركات التصدع اللي حصلت وادت الى تكون الاخدود الافريقي العظيم. يبقى ده بالنسبه للتعريه البحريه. يبقى تاني يا اولاد، تاني العوامل اللي أثرت في تشكيل سطح مصر، مش شرحت عوامل باطنية، تصدع، التواءات، تدخلات بركانية، بعد كده دخلنا على العوامل الخارجية أو عوامل التعرية الخارجية اللي هي عبارة عن نحت ونقل وإرساب، قلنا التعرية النهرية اللي بتقوم بيها مية الأنهار، وبعد كده قلنا التعرية البحرية اللي بيقوم بيها هنا بقى المرة دي إيه؟ حركة المد والجزر، الأمواج، التيارات البحرية، هي اللي بتشكل لي السواحل، الساحل متعرج، الساحل مستقيم، هي اللي بتكون لي شواطئنا نسافر نعمل فيها سياحه. طب ايه الاشكال السياحيه او ايه الاشكال الساحليه اللي ناتجه عن التعريه البحريه؟ زي ما اتفقنا رؤوس ارضيه، خلجان، شروم، جروف ساحليه، وشواطئ رمليه. اخر نوع معانا من انواع التعريه المائيه، وده يبقى اخر حاجه، التعريه بفعل المياه الجوفيه. حتى يمس المياه الجوفيه اللي في بطن الارض دي برضو بتعمل تعريه. طب احنا بس نتفق على حاجه الاول، احنا كانت المس سألت لنا المرة اللي فاتت انه في الزمن الجيولوجي الرابع نشطت عوامل التعرية، يعني اي سؤال يجي لنا فيه نشاط لعوامل التعرية نعرف على طول واحنا مغمضين عينينا كده
انه عوامل التعريه دي نشطت في الزمن الرابع، سواء التعريه بفعل الميه او التعريه بفعل الهواء او الرياح. طيب ففي الزمن الرابع عندنا عصرنا اسمه البلايستوسين. اسمه يا اولاد البلايستوسين. في الفتره دي حصل سقوط امطار غزيره جدا استمرت لفترات طويله، حتى انها اطلق عليها او سميت بالعصر المطير. العصر المطير ليه؟ لكثره غزاره الامطار. طب ايه اللي حصل لما الفتره دي حصل فيها سقوط امطار كتير؟ ده بيقول لك جزء من ميه كميات، حقيقه كميات كبيره من ميه الامطار دي اتسربت لباطن القشره الارضيه. اتسربت لباطن القشره الارضيه. وما ننساش ان احنا عندنا في تكوينات كتيره جدا في الصحراء الغربيه زي تكوينات الحجر الرملي النوبي اللي شرحناها الاسبوع اللي فات، اللي هي قلنا ان بنحصل منها على المياه الجوفيه. يبقى تاني كده عشان نرتب معلوماتنا في التعريف بفعل المياه الجوفيه، اولا شهدت الاراضي المصريه جزء في فتره من الفترات الزمنيه او في فتره من الفترات الازمنه الجيولوجيه سقوط امطار غزيره عرفت بالعصر المطير. الكلام ده كان امتى؟ كان في عصر اسمه البلايستوسين. امتى؟ في الزمن الجيولوجي الرابع. يبقى البلايستوسين ده احد عصور الزمن الجيولوجي الرابع. طب ايه النتائج اللي ترتبت على هذه الامطار الغزيره؟ تسرب كميات كبيره جدا من الامطار ديت لباطن القشره الارضيه. طب الميه بقى دي وهي في باطن القشره الارضيه بتعمل لي انتوا عارفين ان القشره الارضيه دي عباره عن صخور، طبقات من الصخور، ومفروض ان الطبقات يبقى بينها احيانا بعض الفواصل او بعض الشقوق. ايه اللي عملته بقى الميه؟ بيقول لك وما بين او وسعت لي الفواصل اللي ما بين طبقات، وفي بعض انواع من الصخور دي زي صخور الحجر الجيري دي ممكن تكون اصلا دوبت خالص. تاني المياه الجوفيه او المياه نتيجه سقوط الامطار الغزيره ثم تسربت مياه كبيره الى بطن الارض عملت لي مياه جوفيه. طب المياه الجوفيه دي قامت بايه؟ الفعل اللي قامت بيه قامت بتوسيع شقوق الفواصل باذابه صخور الحجر الجيري. في نوع من انواع الصخور وسعت ما بينها، وسعت شقوق، وسعت فواصل. في نوع تاني من الصخور دوبت صخور الحجر الجيري، ده طبعا ضعيف. ده تكون عنه ايه؟ ده تكون عنه بعض الاشكال ايضا. احيانا نلاقي كده الوقوف في اول ما اي او اي صوره في اي سؤال لكهف نعرف على طول ان هو تكون نتيجه ايه؟ تكون نتيجه التعريه بفعل المياه الجوفيه. يبقى احنا كده تعرضنا يا شباب للتعريه المائيه كلها، سواء كانت بحريه بحريه بفعل المياه الجوفيه. كده لو عليه اسئله يا مس. يعد وجود في بعض الهضاب المصريه دليلا على تعرض مصر ليه. نقول تاني وزي ما تعودنا مع بعض كده، احنا بقالنا كتير يعني بقالنا يعني معاكم كطلبه فتره طويله، هو المفروض تكونوا اتعودتوا علينا. يعد وجود الكهوف في بعض الهضاب المصريه دليلا على تعرض مصر ليه. يبقى بنقرا السؤال زي ما المس بتقول لنا على طول، نقرا راس السؤال كويس. اتفضل يا مس. لسه مس مرسى ما شاء الله يعني افاضت في الموضوع قوي، وقالت لنا ان في الزمن الرابع، الزمن الرابع بيتقسم الى عصرين. العصر الاول منه هو عصر البلايستوسين. العصر ده تعرضت الاراضي المصريه لفترات مطيره، لدرجه ان العصر ده شوفوا صيغه مبالغه، احنا بنقول عليه العصر المطير من كثرة الأمطار الغزيرة اللي سقطت على الأراضي المصرية في هذه الفترة. ونتيجة لهذه الأمطار الغزيرة جزء من المياه، جزء كبير قوي من المياه دي من الأمطار دي اتسرب لباطن القشرة الأرضية اللي بدأت تعمل لي وتوسع فوالق وشقوق وفواصل بين صخور الحجر الجيري. وبمرور الزمن وبزيادة المياه وتسربها وزيادة التسريب لباطن القشرة الأرضية، الفواصل والشقوق بدأت تزيد جدا لدرجة إن هي في النهاية وصلتني إلى شكل أو فكرة الكهف. وبالتالي الكهف عندي مستحيل يكون اتكون نتيجة لفترات جفاف، لأن إحنا بنقول لفترات مطيرة عصر ولا نشاط بركاني ولا فترات جليدية. مصر ما تعرضتش لفترات جليدية، وبالتالي هتبقى نتيجة لتعرض مصر لفترات مطيرة. هل في أسئلة تانية مس؟ في سؤال كمان أهو، تقريبا هو نفس السؤال. طيب لا، توسيع الفواصل وإزالة بشكل مختلف يعني مختلف. يرجع توسيع الفواصل وإزالة صخور الحجر الجيري إلى يا ترى التعرية الهوائية ولا المياه الجوفية ولا التعرية النهرية ولا حركات التصدع؟ طيب شفتوا يا شباب، أنا بقول لها هو تقريبا هو نفس السؤال، لأن تقريبا الإجابة واحدة. الإجابة واحدة، إذا ده معناه إن الفقرة الواحدة بس، السطر الواحد عندك ممكن يخرج لي بأكتر من سؤال. ده معناه إن أنا ممكن السؤال ده هو يتعاد صياغته ويبقى صح أو غلط،
يعني مش شرط السؤال اللي انا جبته لك اختياري وجبته لك فيه بدائل اختار منه بديل، انا ممكن اقلب السؤال واغير صياغته ويبقى صح وغلط. يعني هو السؤال بيقول زي ما مس مرسى يرجع توسيع الفواصل واذابه صخور الحجر الجيري الى تعريه مائيه ولا تعريه هوائيه ولا مياه جوفيه ولا تعريه نهريه ولا حركات تصدع. انا ممكن اقلبه صح وغلط واقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلى أو ما مدى صحة هذه العبارة، يرجع توسيع الفواصل وإذابة صخور الحجر الجيري إلى التعرية الهوائية، وحضرتك تقول لي العبارة صحيحة أو خاطئة، أو إن هو يقولها لي سؤال مقالي. أنا بس عايزة أأكد إن أنا لما أشوف السؤال وأشوف صياغته ما تخضش منه يا شباب، السؤال ممكن يتصاغ بأكتر من طريقة، مادام أنا قريت الفقرة وقدرت أفهمها واستوعبها كويس جدا خلاص أنا ما عدتش أخاف من السؤال، أنا ما عدتش أخاف من السؤال إطلاقا، إحنا خلاص كبرنا ونقدر نقرأ في السؤال، أقرأ فكرة السؤال، رأس السؤال بيتكلم عن إيه وفكرته، محور السؤال بيتكلم عن إيه، وصيغولي بأي طريقة خلاص ما عنديش مشكلة. أنا ممكن يجي لي يرجع توسيع الفواصل وإذابة صخور الحجر الجيري إلى التعرية الجوفية، ناقش هذه العبارة أو ناقش ما مدى صحة هذه العبارة. تمام كده يا شباب؟ طبعا هنا الإجابة عندي بيرجع توسيع الفواصل وإذابة صخور الحجر الجيري إلى، بيرجع توسيع الفواصل وإذابة صخور الحجر الجيري إلى المياه الجوفية. ليه يا مس؟ لأن في عصر البلايستوسين، عصر البلايستوسين أنا بقول عليه عصر المطير في مصر، سقطت أمطار غزيرة جدا، فترات مطيرة غزيرة جدا، كميات من المياه كبيرة جدا تسربت إلى باطن القشرة الأرضية المصرية، فأدت إلى توسيع الفواصل، إذابة صخور الحجر الجيري مكونة الكهوف. برافو عليكم، وده يبقى بالفعل ما دام الميه اتسربت الى باطن الارض خلاص ما عادش اقدر اقول عليها مياه نهريه ولا بحريه ولا بحيريه، خلاص تبقى مياه جوفيه اللي هي الابار والعيون يا شباب، المقصود بالمياه الجوفيه اللي هي مياه الابار والعيون، وبالتالي يبقى تكون الكهوف او توسيع الفواصل واذابه صخور الحجر الجيري بيرجع تكوينها بسبب المياه الجوفيه، بسبب المياه الجوفيه. وبكده يبقى وقفنا عند التعريه، تعريه الرياح او التعريه بفعل الهواء او الرياح، ده اللي هنتناوله ان شاء الله الحصه القادمه باذن الله مع فورم للدرس كله شامل، التكوينات الجيولوجيه، جيولوجيه مصر، الازمنه الجيولوجيه كلها، الاركي الاول الثاني الثالث الرابع، زائد العوامل اللي شكلت سطح مصر سواء عوامل داخليه او عوامل خارجيه. شكرا لكم يا شباب، شكرا لمنصه البث المباشر، شكرا للتعليم الالكتروني، شكرا لك يا مس مرسي.